السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا لهذا اليوم: مظاهرات واسعة في مدينة الديوانية ضد الانتخابات التي أجريت في العراق والتي اتهمت بالتزوير. ولدينا أيضا ضمن عناويننا: مظاهرات في كربلاء ضد انعدام خدمات الماء والكهرباء، ونلاحظ أيضا غضب شعبي عارم. وأيضا ضمن العناوين: محافظ كربلاء يطالب هاتفيا بتعديل توزيع الكهرباء، والناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء يتذرع بذرائع مخجلة. ولدينا في آخر عناويننا: تسريب صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف فساد ضابط بالمنافذ الحدودية في العراق. في أول الأخبار لدينا: بعد انتهاء الانتخابات النيابية في العراق والتي حدد من فاز فيها من أحزاب، خرجت مظاهرات في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية رافضة لهذه الانتخابات ولنتائجها ولما فيها من تزوير لم تشهده أي انتخابات أخرى في العراق، بل ربما في العالم كما يقول الناشطون. فنشاهد. قانون مسيس لهذا الشعب بغالبيته قد رفض هذه الانتخابات، مما يدل على أن الشعب ساخط وناقم على هذه الصدمة الفاسدة التي حكمت العراق من 2003 إلى 2018، وبذلك الشعب قد أعطى رأيه ولم يخرج بانتخابات هزيلة فاسدة معروفة نتائجها سلفا. والدليل على ذلك تخبط زعماء الكتل وزعماء الأحزاب بنتائج هذه الانتخابات لأنها كانت نسبة قليلة جدا، فاحتاروا من الذي سوف يصعدونه ومن الذي سوف يقونه في مكانه. ولهذا الشعب قد توحد في مسألة الانتخابات. الأمر الوحيد الذي توحد فيه الشعب هو مقاطعته للانتخابات. سني، شيعي، كردي، مسلم، مسيحي، صابئي، الكل قد توحد لرفض هذه الانتخابات، لأن الشعب العراقي أصبح واعيا لهذه اللعبة الخبيثة التي تدار من 2003 لحد هذا اليوم. طبعا هذا الغضب الذي تلاحظون هو يأتي بسبب أن كثير من هذا المجتمع لم يذهب إلى الانتخاب. 24 مليون شخص قادر على الانتخاب، نصفهم من حدد أو من حدث بطاقاته الانتخابية فقط. وتقول مفوضية الانتخابات بعد المبالغة بالأرقام طبعا، والتي خرجت هذه التصريحات والكشف عنها طبعا من سياسيين رشحوا للانتخابات، نسبة 44% التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات وهي نسبة مبالغ فيها بشكل كبير طبعا بعد التزوير وما إلى ذلك من هذه الأمور التي فضحت وكشفت في الأيام الماضية، غضب شعبي كبير من المجتمع العراقي لهذه النتائج، لبقاء هذه الشخصيات، لبقاء هذه الأحزاب، المالكي والعامري والحكيم وغيرها من هذه الشخصيات الموجودة الآن في السلطة التي اتهمت سابقا بالفساد ولا زالت أو ما زالت طبعا موجودة في السلطة الآن. من مظاهرات الانتخابات في الديوانية إلى مظاهرات الخدمات في كربلاء، حيث خرج مئات المواطنين في محافظة كربلاء ضد انعدام الخدمات من ماء وكهرباء، وخاصة لتفاقم هذه الأزمة في شهر رمضان المبارك. وفي هذا المقطع الذي ستشاهدون الآن مشاهدين الكرام، جمعنا مجموعة من المقاطع التي توضح من زوايا مختلفة هذه المظاهرات. فلنشاهد. Thank you.
جوجا ثاني جوجا جوجا ثاني جوجا تنشوف جوجا هذا هو جابر طبعا هذه الأزمة أزمة الكهرباء في العراق حقيقة كارثة تنعكس على واقع هذا البلد البلد الذي يمتلك من الثروات ومن الأموال الطائلة والكثير جدا طبعا، ومع ذلك لا يستطيع أن يوفر لمجتمعه، ونحن نتحدث هنا عن سلطة طبعا لا تستطيع أن توفر لهذا المجتمع الخدمات التي يستحقها كأي إنسان طبيعي يعيش في هذا العالم. عموما نبقى مع مشكلة الكهرباء، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر فيه محافظ كربلاء عقيل الطريحي وهو يهاتف وكيل وزارة الكهرباء عبد الحمزة هادي بشأن أزمة الطاقة. طبعا طالب محافظ كربلاء برفع مدة الكهرباء المعطاة إلى المواطن من نصف ساعة إلى ساعتين لتتساوى مع ساعات القطع. المحافظ يطالب وكيل الوزارة هاتفيا وليس بكتاب رسمي، هذه هي الملاحظة الأولى. والنقطة الثانية هي التصوير لهذا المشهد بشكل عام ربما لتحسين الصورة، فلنشاهد. لا الناس تريد نتيجة في العمل، ما عليها بالتفاصيل، احنا كلنا نريد نتيجة في العمل. فاذا ان شاء الله يعني انا اللي اتمناه دكتور لا يزحمه عليك، انا رايي يعني هنا يومين ثلاثة، هل يومين ثلاثة بدل ما ثلاث ساعات مقابل ساعة ونص، وأكو أماكن ترى نص ساعة بس تدريجي. طيب لا يزحمه يعني باشر خلي تصير على الأقل اثنين اثنين. الناس يقول لك أنا أتحمل يعني مثلا أبو المولدة يقدر أدخل شوية صار يضرب على المولدات. أي والله إن شاء الله، خلي يصير تحسن ولو مؤقتا حتى من يصير التحسن الكامل الناس تشعر أنه فعلا أكو وعد صادق وأكو التزام بالمواعيد اللي طلعوا. تسلم حبيبي دكتور، ممنون لك حبيبي هلا دكتور، حياك الله، السلام. الله استمعتم مشاهدينا الكرام الى حديث محافظ كربلاء مع طبعا وكيل وزارة الكهرباء. الطريقة بالحديث هي طريقة طبعا إنشائية قدر الإمكان من أجل ربما إيصال رسالة عن طريق هذا المقطع، هذا رقم واحد. النقطة الثانية هي علم محافظ كربلاء بعدد ساعات القطع وعدد ساعات قدوم الكهرباء، يقول بأن هناك مناطق نصف ساعة فقط. يمكن أن نخرج بنتيجة من هذا الحديث أن السلطة على علم بمأساة المواطن، إن كانت على هيئة محافظ أو وزير كهرباء أو حتى رئيس وزراء، هم يعلمون حقيقة ما يحدث في الشارع ويعلمون أن هناك قطع للكهرباء يصل في بعض المناطق إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما تأتي به الكهرباء من وقت، ومع ذلك لا يوجد تحرك حقيقي لهذه الأزمة لإنهاء هذه الأزمة. الطريقة التي يطالب بها محافظ كربلاء عن طريق اتصال هاتفي وكأنه يتوسط لأحد أقاربه بإنهاء أزمة أو حل مشكلة، هذا الموضوع لا يليق في العراق كبلد وكسمعة، ولا يليق أيضا بالطريقة التي يتم التعامل بها ما بين الجهات الحكومية. عموما نبقى مع الجهات الحكومية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء وفي محاولة منه لتبرير انقطاع التيار الكهربائي إن درجات الحرارة معتدلة في رمضان، طبعا هذا التبرير لانقطاع الكهرباء.
هذا الكلام طبعا كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يكون منطقيا عندما يكون القطع ليس 23 ساعة في اليوم في بعض المناطق. دعونا نشاهد. نعم طبعا درجات الحراره هي درجات معتدله في الوقت الحاضر، يعني انجاز الوحدات التوليديه تم في هذه الايام، وتشغيل الوحدات يعني تسليك الفضول يتطلب تشغيل هذه الوحدات، انجازها تم واحنا كنا مخططين الى انه يتم انجاز هذه الوحدات قبل شهر حزيران. حاليا سيتم اسعاف المنظومه بانتاج هذه الوحدات الجديده من اجل ان تكون هناك ساعات مواليه لاشهر الصيف. الجو معتدل الآن مشاهدين الكرام، وبالتالي الثلاجة يمكن أن تعمل على الهواء بدل الكهرباء. عموما ننتقل إلى موضوع آخر. في الخبر الرابع طبعا لدينا موضوع الفساد، فساد الجهات الأمنية في المنافذ الحدودية في الجمارك وغيرها. ضابط برتبة عقيد في هيئة المنافذ الحدودية قام بطلب رشوة بمبلغ $5,000 مقابل تمشية معاملة لأحد التجار من قبل رئيس الهيئة. الضابط هو محمد الشويلي الذي يشغل منصب مسؤول العلاقات والإعلام في هيئة المنافذ الحدودية والتي يرأسها كاظم العقابي. طبعا هذا التسجيل تم تسريبه وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كما جاءنا نصا، فلنشاهد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عقيدة محمد الله يسعدك سادي، شلونك؟ شلونك عيني؟ الله يحفظك الله يسلمك. هما نايم عندك تصلي عندك شغل؟ الله يسلمك سادي. هذا خابرته للزلمة ايه، قلت له يابا هذا الزلمة فيش ترتيب عقيدة محمد، وقال يابا كملكم إياها كتاب كله أرفع المني وآخذ 50 ورقة. ايه قلت له بالبداية أنت شكيت بي. صحيح. مو شكبية لو ما شكبية؟ والله شكبيك صحيح. أجي قلت له يابا هذا رقم تليفون الزلمة خابره وتكد منه حشة وياك. قلت له عقيد محمد نزل لك حتى يرفع لك المانع. قلت له من 50 ورقة ل 35 ورقة. والله هلا بن حسين عن خاطر الإمام الحسيني سلام الله عليه أبو عبد الله. ما اتصل ما اتصل أي أخوي أبو عبد. أي فقلت له يابا والرجل اشتغل؟ قال أول شيء رجل أنا ما قلت له اشتغل. أخ هاي هو. قلت له زين اوكي ماكو مشكله. قلت له هسه الحل شنو حتى نمشي شغلنا؟ قال يا سيف انا انطي فلوس انطي للعقيد 35 ورقه انا شو صفالي من الشغل وانا شو مستفاد 3 اشهر 4 اشهر قاعد وانا جايزي كلها رسميه زين وانا ما منطي لحد حتى انطي للعقيد محمد. قال ما منطي. قال انا اجازتي اصوليه ودا ادفع فلوس للدوله. روح ابوك هسه لمدير يرجعها. في فقرة أراكم موضوع ملفت للانتباه، موضوع يدعو من انخرط في هذه الأجهزة الأمنية أن يعي على نفسه طبعا ينتبه إلى ما يحدث من حوله. عموما تم تكريم عائلة قائد شرطة بابل الأسبق اللواء قيس المعموري بعد مقتله خلال الأحداث الأمنية التي مرت بها البلاد منذ 11 عاما. طبعا التكريم جاء الآن. التكريم لهذه الرتبة اللواء هو الجهاز ساتلايت ريسيفر تحديدا من قبل وزير الداخلية قاسم الأعرجي. دعونا في البداية نشاهد الصور. هذا هو الجهاز الذي وصل طبعا عائلة كما تلاحظون توقيع وزير الداخلية قاسم الأعرجي على هذا الجهاز. هذا هو اللواء الذي قتل أو اغتيل، يقال أنه اغتيل من قبل منظمة بدر في العراق في وقت سابق. هذا هو الكتاب شكر وتقدير إلى عائلة الشهيد قيس حمزة. هذا هو إذا سمحتوا توقفون الصورة ثواني. كرار المعموري هو ابن اللواء القتيل. يقول أخيرا وبعد مرور 11 سنة على استشهاد والدي الشهيد اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل تم تكريمنا من قبل السيد وزير الداخلية المحترم جهاز ساتلايت تقديرا لتضحيات والدي. ويقول لك ليش تترحم الصدام؟ فصل والدي من القوة الجوية لعدم تنفيذ الأوامر العسكرية وكرمه بعد الفصل قطعة وسيارة برازيلي بذاك الوقت تقديرا لخدمته، وهسه ينطي روحه للوطن ينطي ستلايت أو ينطي ستلايت. أترك لكم التعليق. طبعا نتابع التعليقات التي جاءت على هذه الصور وعلى هذا الموضوع على موقع فيسبوك للتواصل.
البرق يقول او تقول عاد هذا الستلايت مبرمج، لولا هسه ويا بلازما ما يخالف ستلايت، ما استحيته ستلايت بهذا الشكل يتهكم. ولدينا ايضا تقول او يقول احد المعلقين ايضا عادي لعد عبالكم اتش دي حتى مو خدمه هيجي، شقول وراها خير صدقوني وعقلوها لهذه الحكايه. والله كل من يشتغل ويا هيجي ناس ترى مو دا يشتغل للعراق ويخدم العراق، لا والله ترى جاي يخدم مصالح الحراميه وسراق قوت العالم. هذه هي الرساله التي وجهها. ايضا لدينا حسين يقول هذا النوع الريموت مالته يعطل بسرعه، لو خلي الريموت اضافي كان تسوى الهديه. ايضا بشكل من السخريه والتهكم على هذه المهزله للاسف الشديد. ابو مريم يقول قبل كان التكريم قطعه ارض وسياره وتقاعد ممتاز، حاليا التكريم هو عباره عن ريسيفر. لدينا ايضا ضمن التعليقات هم قتلوا قوات غدر قتلته بسنه 2009 من عزل هذا من عزل هذا البطل مقراتهم بمحافظة بابل. حبيب العمر يقول إذا قائد ورتبة لواء يتكرم جهاز ستلايت لعد الشرطي شنو يكرموه واير؟ أيضا بطريقة من السخرية والتهكم هكذا تفاعل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الصور ومع هذا الموضوع تحديدا طريقة التكريم. طبعا لاحظنا في كثير من الأحيان في العمليات العسكرية التي جرت في المحافظات الغربية عناصر الحشد الشعبي الذين خرجوا وتم التهليل والتكبير لهم ورفع قيمة هذه المجاميع المسلحة لوضعها بشكل قانوني، عندما عادوا مصابين من ساحات القتال وضعوا على الأرصفة ولم يدخلوا حتى للمستشفيات، لم يعطوا حقوقهم. كثير من عناصر الجيش وعناصر وزارة الداخلية لم يعطوا حقوقهم عندما تعرضوا لإصابات أو قتل أو ما إلى ذلك. هكذا تتعامل للأسف الشديد هذه السلطة مع عناصرها، لا يوجد احترام لا للعنصر في الجيش أو في الشرطة ولا للمواطن العادي في الشارع. نراكم بعد قليل. بفقرة هاشتاج لدينا الموضوع هو تفجير الشعلة. طبعا التفجير الذي وقع في منطقة الشعلة والذي أودى بحياة 4 أفراد وإصابة 15 آخرين بحسب مصادر أمنية. منطقة الشعلة هي تعتبر مركز لتواجد أنصار جماعة الصدر، طبعا أنصار مقتدى الصدر. بعد الانتخابات هذا التفجير يعتبر الأول من نوعه، ربما هناك رسالة من هذا التفجير. دعونا نشاهد التغريدات. معتز يقول أعتقد أكو رسالة يردوني وصلوها للأحزاب اللي ظنوا أنفسهم غير موجودين بالحكومة القادمة، والله أعلم. اللهم ارحم الشهداء وارزق أهلهم الصبر وشافي الجرحى. أيضا لدينا ضمن التغريدات التي جاءت على هذا الوصف، مروة تقول تبا لكراسيكم التي هدمت ودمرت آلاف العوائل، بدأت التصفيات بينهم ولا ضحية غير الفقير ولا من منجي يوقف مجزرتهم. لعنة الله عليكم وعلى مناصبكم، رمضان ودماء العراقيين. هم ربما هي أيضا محاولة للنشر وسم آخر بعد هذا التفجير. مصطفى يقول بعد 12 يوما من إغراق أصابعنا بحبرهم المفسد لضوء الحرية وصلات العقل السليم، وصلات العقل السليم يبات اليوم 12 عائلة بريئة بين أرملة ويتيم وجريح لا يدري هل الرقاد على سريره أو الرقاد على سريره أفضل أم في التابوت الشفاء للجرحى، والله للأيتام. وفي آخر التغريدات لدينا أحمد يقول فصل آخر من المسرحية الهزيلة قد بدأ. هكذا طبعا تفاعل المغردون مع هذا الوسم بعد هذا التفجير الذي يعتبر الأول من نوعه بعد هذه الانتخابات. ربما والله أعلم قد يكون هناك مزيد من هذه التفجيرات كنوع من التصفيات والحرب ما بين هذه الأحزاب. نراكم بعد قليل.
والآن مشاهدينا الكرام بفقرة بعد الهاشتاج لدينا مواضيع متنوعة نعرضها لحضراتكم. أول موضوع لدينا هو أسطول الحرية لدعم غزة، الحصار المفروض على قطاع غزة، هناك محاولات من أجل فك هذا الحصار، هناك محاولات من أجل تقديم الدعم إن كان غذاء أو دواء بالنسبة للقاطنين في القطاع، فلنشاهد. الآن بإذن الله تبدأ سفينة العودة، وهي السفينة الأكبر في مجموعة السفن التي تتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار عن القطاع. سفينة العودة هي السفينة التي ينظمها تحالف أسطول الحرية واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وقد سبقت هذه السفينة ثلاثة من السفن التي توجهت إلى الجسر قبل دقائق. رسالة المتضامنين الأوروبيين هي رسالة دعم ومساندة ومناصرة، رسالة قوية لأهلنا في القطاع وفي عموم فلسطين أن القضية الفلسطينية ليست يتيمة وليست وحدها. ولدينا أيضا ضمن المواضيع طبعا سوريا، نظام بشار الأسد الذي يحاول أن يوضح أو يبين للعالم أن الحياة هي حياة وردية في سوريا، يوجد نظام، توجد حياة، توجد رفاهية، توجد فرصة للبشر هناك، للسوريين أن يخرجوا بالعطل الصيفية من أجل الاستمتاع. وزير السياحة في نظام بشار الأسد يتحدث عن هذا الموضوع، يقول بأن هناك رحلات ستنظم من قبل عائلات للمناطق السياحية في سوريا، في حين أن أكثر من 85 أو 83% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، فنشاهد. طبعا نعرف بهالوقت هذا من العام بيكون المواطن والعائلة السورية بخططوا للعطلة الصيفية. ما مريد لأي إشاعات أنه تؤثر سلبا على الخطة، وخاصة ما نشر حول سعر أحد الفنادق من سوية 5 نجوم بفترة الأعياد. اليوم بحب أكد على العديد من النقاط. أولا، عودة كل المصائف السورية إلى العمل بما يتضمنه من منشآت سياحية وشقق سياحية بشكل عام، يتيح الأسعار المميزة لكافة شرائح المجتمع السوري. نشجع دوما على موضوع وجود الأنشطة السياحية المناسبة للأطفال في سوريا والعائلة بشكل عام. طبعا نتمنى لكل السوريين عطلة صيفية مميزة. ولدينا أيضا ضمن المواضيع وهي فوز الرئيس الفنزويلي بولاية رئاسية ثانية. وفي الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.